انا محمد خولالي الاسم ديالي الكامل صاحب قناه حل ودني. وعلاش درت لها قناه موقف في اسبانيا؟ علاش درت حل ودني؟ يعني حل ودني كنت بقى تسمع مزيان حيت في الفيديوهات شحال مره فاش كتشوفوا التصريحات مثلا التصريحات ديال الام نعطيكم انا هذا الشيء ماشي درتو درت القناه قبل ما تكون لها الام، ولكن علاش درت لها قناه حل ودني؟ لحقاش فاش كتحل ودني كتسمع بحال الام فاش كانت كدير التصريحات كنا كنسمعوا اصوات اللي كانوا معاها في البيت مثلا مرت ولدها قالت لها اخوك رشيد فاش سولها حميد المهداوي علاش كون غسلو قالت لها كان اخوك رشيد هكذا حيت كاين جوج رشيد اخ المرحوم وخوها ياك كاين رشيد العطور وكاين رشيد اخر اللي هو اخو الشقيق ديال قالت لها الاخرى هكذا بلاتي راه هضرتي ركبت على هضرتك بلاتي الله يرضي عليك كاين جوج رشيدات باش نوضحوا للناس كاين رشيد العطور غير بلاتي غير نشرحها ونعطيك كلمه سي محمد غير بلاتي غير نشرحها للناس وتكلم كاينين جوج ديال الرشيدات كاين رشيد العطور اي شقيق الكولونيل وكاين رشيد الشقيق زوجة المرحوم اللي طلع معنا هنا شحال من مره تفضل نعم انا هنا اتكلم على الشقيق زوجة المرحوم مالو يعني كنهضر على رشيد اللي في امريكا مالو كنهضر هنا على رشيد اللي في امريكا رشيد اللي في امريكا شنو غادي فاش تهضر هي الام فاش دارت بليد ديك الحركه ديال يدها كذا لتخات يدها ماشي غير دارتها لتخاتها زعما سكات فهمتي زعما ديك الطريقه ديال العنف زعما سكات يعني الطريقه ديال فاش لتخات يدها هكذا الجسم ديالها كامل تهز شنو كتعني يعني سكت هذيك يعني كتقولها ما تفرشيش حيت مرت ولدها شنو قالت لها قالت لها راك فاش قالت كانت غير العائله ديالو قالت لها كانت اخوك ما حستش قالت لها كانت اخوك هذيك كانت اخوك ياك وهي درت هكذا باليد علاش ما بغاتش تبين بلي اخوها كان فاش غسلوه ارى فاش انا المداخله البارح درتها عند خالد جليل اللي الصراحه تهرب ما قدرش يجاوب وشتو ينحاز الى الام بكل صراحه علاش فاش طرحت عليه السؤال علاش فاش طرحت عليه واحد السؤال فاش قلت له علاش الام ما شافتش الخدوش ولا الضربه اختها شافتها ولدها شافها زعما شنو واش كيفاش علاش هما شافوها وهي نكرات هي نكرات قالت لا ما فيه حتى شي حاجه وكان فيه يوقفوه هذه رغنا هي واحد السؤال الا الابن ديالها اي ربيبو كيفاش الابن ديالها ربيبو غادي يقدر الابن ديالها ربيبو غادي يتصل به مع امها تفضل سي محمد يبدو ان الصوت انقطع 5:25 ديال الصباح لا عاود الهضره ديالك اسمح لي محمد راه الصوت كان تقطع واحد شويه عاود لينا هو الابن ديالها قال الخالد الا انه تلقى اتصالا ياك مع 5:25 من الان نور الدين العطور يعني راجل الام ديالو اوكي هنايا كيفاش انت في الجو خدام وغادي يتصل بك انا وجاوب في التليفون فداك الصداع والهراج واخا وكيدير تسمع التليفون واخا هادشي دار فيه التحليلات سي محمد الا سمحتي حنا الموضوع ديالنا ديال اليوم هو هاد التسجيلات او هاد التصريبات ديال ان اللي تكلمنا عليهم هما اللي بغينا نهضروا داكشي ديجا هضرنا فيه ما غاديش هاد التسريبات اللي كيقولوا ابتسام هذا ماشي ابتسام الاخت ديالها اوكي لا تسريبات او تسجيلات صوتيه لجوج ديال الاشخاص كتكلم معاهم واحد المراه كتقول لهم واش ما قدرتوش تسكتوا هاد الابواق هاد الاعلام اللي طالعين كيهضروا هادوك التسجيلات بلاتي نقولها كما قلنا وصحح لي الا غلط كتقول لهم راك كتبتيها صحيح كما انطقتها كما هي كاينه صافي غير للامانه لا كلامك صحيح اوكي شوف ولكن واحد المفاجأة وانا يلاه توصلت من واحد الصديق ديالي يعني حقوقي ما معروفش كاين حقوقي اللي كيعجب لهم الادوار ولا الانترنت هذا ماشي من داك النوع ديال الادوار حتى هو متبع القضيه عن بعد ولكن عن بعد عن قرب سمع المداخله ديال اخ خالد جليل راه شاد لهذا التنزيل ياك لحقاش قال صرحت له الام وصرحت له الاخت بينما المحاضر ما تم صرح به خالد اللي قالت له الام والاخت ما كاينش في المحاضر اضطر انه يدير التنزيل باش يدير الطالب راه غادي يدير الطالب القاضي التحقيق باش يستدعيه
ياك يستدعي خالد يكون كشاهد باش يقول له شنو قالت له الام، باش يقارنوا المقارنه بالاقوى ديالها. وعلاش ما صرحاتش داكشي لقاضي التحقيق؟ بحال يعني مجموعه د المعطيات ما بغيتش نقولها هنايا، حيت هو خبرني قال لي ما تقولهاش، حيت ركز على شي معطيات مهمه ان خالد قال بلا قالتها له الام. شكون خالد بلاتي؟ شكون خالد الله يخليك اسي محمد؟ ها شكون خالد؟ خالد صاحب الموقع الصحفي. اه شي واحد شي موقع صحفي. اوكي واه هذاك الموقع اللي نو اوكي 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 ماشي مشكل، غير قول لنا شنو قال. فهمت اوكي. هذاك خالد قال شي تصريحات خطيرين، قال بلا قالتهم له الام اللي هما، وفاش كنجيو نشوفوا المحاضر وعند اقوى ديالها عند قاضي التحقيق ما مذكورينش دوك الاقوال اللي هما. تقدر تعاودهم لينا شنو هما؟ نعطيك واخا نعطيك ماشي مشكل. نعطيك دوك الاقوال. مثلا صاحب سياره الطاكسي اللي قالت مو الطاكسي هرب، راه هي قالتها له وقال بلا قالت لي الام، ولكن في محضر عند قاضي التحقيق هي ما صرحتش بهذا مو الطاكسي هرب. علاش ما صرحتش به عند قاضي التحقيق؟ ما عرفتش. اوكي هادو كيتسموا ثغرات ياك، وكيتسموا ادله ياك، كتكون ادله زائده يعني ادله كيستعن بهم قاضي التحقيق بناء على التسجيلات ديال راه اي واحد قال شي لايف ولا راه محسوب عليه داك الشيء، لا رفاق قاضي التحقيق يستعن بالاقوى ديالو يستعن بهم. خصوصا هو كيقول راه قالت لي الام، هو صحفي يعني الاقوال ديالو يعتد بها. شاهد شاهد بان قالت له شهاده هذيك، شاهد باش يجي يدلي بالشهاده ديالو. كل ما داروا بينها وبينه في المنزل فاش مشى عندها المنزل. يعني هو راه صرح ماشي قال معلومات كذا، قال راه مشيت عند الام اشنو قالت لي. دابا مادام قالت له الام يعني ما بقاش يعني كان الصحافه عنده يعني كيما نحلوا القانون ديالو انه ما يعنيش على المصدر ديالو، ولكن هنا راه علن يعني قضيه راي عام قالت لي الام. فاش شفنا في المحاضر هذيك بزاف الاقوال قالتهم للام ما كاينينش في الاقوال ديالها عند قاضي التحقيق. اوكي يعني هنايا اضطر السيدي ديال التنزيل وياك يدير لهم التنزيل ويدير لهم التفريغ عند مفوض القضائي ويدلي به داك الشيء لقاضي التحقيق، ويعيط الاستاذ خالد جلال المحترم الصحفي المحترم يعيط له كشاهد. غادي يولي كشاهد في القضيه راه ولي كطرف. اوكي حيت هو تلاقى مع الام وهضرات معاه. واخا واخا خلينا هذه ديال السيد اللي تلاقى الام. دابا انا بغيت نركز على هاد التسريبات ديال هاد التسجيلات الصوتيه او المسربه. اخي كان شوف اخي دادي نعم، لو كان ليت هناك تسريبات في المداخله ديال البارح فاش قلت له شوف اطلع الام ونسمع هاد التسريبات ديالها. دابا نساو دابا نساو شنو درتي في جهه اخرى. دابا انا اللي كنحاورك كنقول لك بان اكد لينا بان هاد التسريبات للناس. انا كنقول قول للناس اشنو كاين في هاد التسريبات، اول ماشي كلها غير هاد المقطع هذا اللي قلت انا، واش صحيح على انها كتكلم مع جوج الناس؟ الكلام اللي قلتي صحيح صحيح، الاقوى اللي قلتي صحيح، كانك كنت تستمع كانك كنت حاضر. كلامك صحيح وهذا حاضر. وهذا لا السؤال السي محمد، هاد التسريبات هاد التسجيلات واش كتظن انت ولا عارف شي حاجه قولها لنا، واش كاين عند قاضي التحقيق ولا باقي ما توصلش بهم؟ لا راهم عند قاضي التحقيق اخي، ولا راهم عندهم. شكون اللي عطاهم لقاضي التحقيق؟ ايوا شكون اللي عطاهم؟ ما خصناش حنا نفرشوا الاسرار ديالنا. لا واش دازوا على يد شي محامي على يد شي شخص؟ لا ما قلتلكش لا ما قلتلكش انا فرشوا ولا هذا. لا 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 ماشي عليك انت دابا، انا في الخاص نقول لك لحقاش انت داير في القضيه، ولكن راه شوف راه كاينين ناس متبعين معانا بقلبهم وكاينين متربصين. نعم نعم لا ما تقوليش انا السميه، الله يرضي عليك ما تقوليش السميه، ما خليكش تقول السميه واخا تبغي تقولها. غير زعما واش داروا؟ كاينين المتابعين الاوفياء وكاينين المتربصين. لا ماشي مشكل ماشي مشكل، عارف اللي كاين. سمع واش دازوا يعني عن طريق شي محامي معين ديال الدفاع على قضيه؟ واش تعطاو لشي محامي او شي جهه اللي هي زعما شي جهه اللي غتوصلهم يعني في ايادي امنه اللي يوصلوا لقضيه التحقيق؟ لا تعطوا، شوف تعطوا على جوج جهات، بعدا واحد اليد امينه ياك، واحد اليد امينه تعطات الرئيس النيابه العامه. فينا بلاصه هادشي؟ فينا محكمه نيابه العامه؟ واحد دات رئيس النيابه العامه في الرباط للسيد الذكي. ايه السيد الذكي ما كنعرفوش. مشات رئيس النيابه العامه باش يفتح تحقيق في هاد الاصوات وفي هاد الشيء. باش يعني اذا التقت المحكمه او نواو يديروا شي حاجه في العقل ديالهم يعني ما ينفذوهاش ما يطبقوهاش، غادي يضطر ديك الساعه رئيس النيابه العامه يحرك المسطره. كما كنقولوا حنايا راه
المحامون عندهم خطط، عندهم عندهم بيع، عندهم فهمتي. على كل حال نخليو الخدمه ديال المحاماه، غير اسمح لي سي محمد انا كنركز على هاد التسجيلات، لان يعني المفاد ديالهم او داكشي اللي تقال فيهم يعني ادانه بدون شك. واش وصلوا القاضي التحقيق؟ قلتي لهذا السيد اللي ذكرتي الاسم ديالو، قلتي رئيس المحكمه، انا ما كنعرفوش شكون هو، ما عرفتش شنو سميتو. ولمن اخر قاضي التحقيق راه توصل بداك الشيء، قاضي التحقيق توصل بهذا الشيء، غادي نشوفوا مع الدفاع، غنشوفوا مع الدفاع واش بالفعل توصل. حنا ما بغيناش نعرفوا شنو فيها. فاش كيجي كيقول قاضي التحقيق خلي هذا الشيء في السريه التامه، ياك دابا ما قلناش شنو فيه. قاضي التحقيق كيقول لك خلي هذا الشيء في السريه التامه، حنا كنامنوا بالقضاء ياك، ولكن الدوله المغربيه عطاتنا الحق. يعني مثلا انا ربما اخاف بحكم ان القضيه طولت، اخاف ان يعني المسطره تمشي تنسى الطرف اخر ديال الام، من حقتي التجا لجهه اخرى في القضاء، رئيس مثلا النيابه العامه، فهمتوني؟ يعني راه يعني ماشي كنمشيو لشي جهه اجنبيه دوله اجنبيه في الدوله المغربيه الحبيبه، كيمكننا نشوفوا عاود كذلك قضاء، يعني نمشيو مثلا نشوفوا رئيس النيابه العامه، فهمتيني؟ نعم. نشوفوا رئيس النيابه العامه كتردوا عاود كذلك معطيات. واخا هادو مسطره، هذه مسطره، اسمح لي سي محمد، هذه مسطره كيعرفوها المحامات وكيعرفوها الناس ديال القانون. انا قاري القانون. لا 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 ماشي قلنا لك، اسمع لي، انا ما قلتلكش ما قاريش، انا اللي ما قاريش القانون. انا قلت لك ان هذه مسطره. حاشا لا ما قاريش قانون، انا نقول لك انا قاري القانون علاش نتعالى على الناس؟ لا، حاجه ما كنعرفهاش ما كنعرفهاش، كنهضر على راسي. عارف يعني الامور لا باز، ولكن ما غاديش نتعالى نعرف بحال القاضي ولا نعرف بحال المحاماه ولا الناس اللي قاريين القانون مختصين، كل واحد تخصص ديالو. انا غير اللي بغيت نعرف السي محمد. اخي شوف اخي 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 العزيز والكريم والمتتبعين، شوف هنايا غادي تبقى، شوف هنايا هو الجوهر ديال الموضوع. لو كان ابتسام غير كتهضر وغير كتخربق ياك، ولو كان خرجت النيابه العامه ببلاغ وتقول بالله ان المحكمه ما تسلمت حتى شي تسريبات ياك، وان هذه الهضره غير كدور في السوشيال ميديا. تخيل قضيه الراي العام، النيابه العامه ما خرجتش ببلاغ بالله، هذا الشيء غير في بركه الحديث بين الطرف بين الاخرى، ولا قاضي التحقيق ما تسربش، ولا القاضي دارت بوم في المغرب كامل، ما غاديش يخرج يقول هذا الشيء غير كذوب. ها يعني لو كان النيابه العامه ما تسلمتش بهذا الشيء قاضي التحقيق، وراه يخبر رئيس المحكمه وخبره يخرج واحد بلاغ تكذيبي ديال هاد ما يروج في السوشيال ميديا. الو انا خرجت اكثر من اسكوبار، شنو وقع هنايا اكثر من اسكوبار؟ راه الا جينا نشوفوا الطوندوس القضيه ديال ابتسام، وقع فيها اكثر من داك اسكوبار الصحراء. اذا اسكوبار الصحراء أرى القضيه ديال ابتسام، راك شتي شحال طولات اسكوبار الصحراء دغيا طفاوها. شتي اسكو دابا الا شتي في الانترنت، الا كتبتي غير شي ابتسام شي قناه مثلا كدير الطبخ، طلعتي ابتسام كطلعتك مع هذا الكورونيل. نعم يعني كنت بحال اسكوبار. هنا النيابه، هنا القضاء لو كان شاف يعني ما توصلش بشي دلائل، راه يخرج يقول لك لا راه هادو غير كيديروا الفتنه، راه ما كاين حتى شي دلائل، والام ما عندهاش شي حوار، ما توصلتش المحكمه حتى شي حوار. دابا سي محمد، يعني مادام المحكمه ما كذباتش الاقوال ديالها، ما كذباتش بالله انها تسلمات، هذا يعني انها تتوفر على ما يكفي من الادله. ثانيا قاضي التحقيق لو كان راى ما كايناش شبهه جريمه القتل، اما غاديش يقلع لك التليفون يديه الخبره؟ عرفتي فاش كيقلعوا لك التليفون كيديه الخبره ولا؟ يعني راك شاكين فيك 99% كيتسناو يكملوا 100%. هادشي ما عندناش فيه شك سي محمد، ماشي انا القضاء دونك كيدير شغله، انا غير مركز. ماشي انت اخي، ماشي انت، كاينين الناس ما كيفهموش القانون ياك. انا ما كنهضرش عليك، راه خصك تعرف معنا ناس عايشين في اوروبا ما كيعرفوش القانون المغرب، قارين في اوروبا معنا، ربما كيتفرجوا محامون، كيتفرجوا فيك محامون في اوروبا ما كيعرفوش القانون، كيتفرجوا فيك دكاتره، كيتفرجوا فيك طلبه في اوروبا، كيتفرجوا فيك في المغرب ما كيعرفوش القوانين والمساطير. دابا الا جبتي دكتور في المغرب حتى هو كيتبع هذه القضيه، واش كيفهم في المساطير ديال المحكمه؟ ما كيفهمش. لا غير بما ان اسمح لي سي محمد، بما ان انا ما كنفهمش القانون، فما غاديش نقدر نناقش شي واحد كتقول لي بانك انت عندك لا سميتو في القانون، فما يمكنليش نناقشك، فبالتالي ما يمكنش غادي نناقش واحد الموضوع انا ما كان نعرفوش. دونك عندي الناس خاصه تشرح. انا موجز في القانون، انا موجز كنقول للاخوان انا عندي الاجازه في القانون، ورحت لهم الاجازه ديالي نشرها. انا عندي الاجازه في القانون، ما كنهضرش. لا غير فهمني سي محمد، ماشي كنقول لك ما درتش، يعني ما يمكنليش انا نناقش معاك في الموضوع وانا ما عارفوش. انا كنهضر على نفسي، انا ما عارفوش،
عرف شي حوايج عرف شي امور الا بغيت شي استشاره عندي منين ناخذها. انا غير اللي كنركز عليه السي محمد الا سمحتي لي بان هاد التسجيلات هذا شحال من سميتها شحال من تسجيل كاين في هذا الباب هذا؟ نعم شحال من تسجيل كاين او شحال من دقيقه؟ لا كاين تسجيلات مفرقين. ذاك النهار فاش كنت في الدار ديالي راه كان حدايا البيسي كنت كنشوف نقول لك هكذا كاين فيه 5 دقائق فيه 3 دقائق كاين فيه واحد فيه شي 12 ياك 12 دقيقه شي 12 شي 12 دقيقه. فاش قبل كنت حد في الدار ديالي كان عندي البيسي ديالي ديال الخدمه كان كل شيء. راه حكيت لك في الخاص كنت كان مسافر كنت تواجدت في المنزل ديالي عرفتها قلتي لي. ولكن التسجيلات سمعت المحتوى ديالها ان المحتوى ديال واخا ما كيقول واخا ما فيهاش يعني السميه ديال الاسم ولا درت ولا ارى دابا الى انا قلت لك غير هكذا دابا كنهضر معك في اللايف الى قلت لك الاخ مثلا داك القناه اللي كيسب ابتسام اللي نعت به لا ولد ماشي ولدها ياك بلا ما نقول لك سميتو نعم عرفتي شكون كان؟ لا بيان سيغ عرفتي كان قصدي هذاك اللي في امريكان المعتوه اوكي يعني فاش كتهضر راه ماشي انت كتقول السميه يعني كتلمح شي قضيه راه باين هما ما عندهاش شي قضيه في القضيه في المحكمه وراه جاف في السوشيال ميديا باش تقول لهم انا راه كنخاف والاعلام وما نخرجش ونهضر وكنتخلع ياك وهما اش قالوا لها بلاتي مشيو ضربه ضربه الله يرضي عليك هما ملي قالت ملي جاو عندها وقالت لهم واش ما تقدروش تسكتوا هادو اللي في الاعلام كل نهار كيهضروا اش قالوا لها الاخرين اللي كيسمعوا؟ قال لها غير ما تهضريش باش ما تغلطيش حنا قادين حنا المسطره عارفين قالها كذا قالها حنا المسطره عارفين المسطره وعارفين اللي يمكن في المسطره وعارفين الخدمه ديالنا. يعني واش قالوا المسطره بلاتي باش نوضحوا حيت انا جوج ديال لي فيرسيون واش قالوا المسطره او قالوا بان الملف في ايادي امينه او قالوا المسطره راه هكا لا المسطره يعني المسطره كيقصدوا بها الملف المسطره لا ماشي يقصدوا بها نقولوا داكشي اللي قالوا ما غاديش ن قال لا قالها المسطره راه غاديه مزيان هكذا قالها المسطره غاديه مزيان وما تهضريش هاد شوف ما طلعيش في الاعلام شوف ما بقيتش عاقل باش ما نديرش الغلط هو قال المسطره ياك ولكن الملف جاتهم بعد المسطره هي اللي جات الاول قالها المسطره راه غاديه مزيان قالها ما تبقاش تهضري في هذا الملف باش ما ديريش اخطاء يتحسبوا عليك. اوكي وبغيت نسولك واحد السؤال السي محمد بزاف ديال الناس كيسولوني كيقولوا لي هاد التسجيلات هادو فين كانوا باش انت لقيتيهم يعني فين كانوا دابا الام فاش شوف الام فاش كانت دابا الام فاش كانت كتهضر مع هاد الناس راه الام ماشي غبيه حتى هي تقول غدا يقلبوا عليا نخلي راسي الحمايه راه غادي تسجل ياك تسجلهم باش تخلي الدليل وهاد التسجيلات كانوا عندها في التليفون راه ماشي طاقت انا مكالمه بين جوج الاشخاص لا بحال دابا انت شي واحد عندك التسجيلات في التليفون ويدخل بها يديهم لك خلسه يعني ما يمكنليش انا نولي 2018 كنهضر على دابا التسجيلات راه لا راه الاعلام كان مؤخرا سمح لي حيت بزاف ديال الاخوان سمح لي سي محمد نعطيك الكلمه بزاف ديال الاخوان اللي كيسولوني فاش كنهضر المره الاولى كيقولوا لي التسجيلات ديال 2018 ماشي 2018 كنتكلموا على هذه المرحله وقتاش خرج الاعلام كيتكلم على القضيه ديال نور الدين العطور او الكونينير غير مؤخرا مر مدى لهذا الجهه اذا كنتكلموا بانهم جداد هنا دابا شوف القضيه فاش بانت في الاعلام راه القضيه هي كتقول الصحافه فوقاش بانت في القضيه في الصحافه غير هنا قبل رمضان شويه الناس ما كتشوف الناس دابا فاش كتسمع اللايف شنو كدير واحد الخطا الناس فاش كتسمع شي لايف ما كتكملش داك اللايف كامل كتنقز من اللايف وما كتكملش كتولي هنا لا خصك تسمع كامل المداخله باش غادي تفهمها بحال دابا كنهضروا دابا بحال دابا هو السي عبد الكريم المرداتي طرح عليا سؤال جاوبته الناس اللي معانا هنا دابا سمعوا بالله راه التسجيلات بانوا في المرحله ديال يعني فاش بدات المرحله في السوشيال ميديا صافي غادي يعرفوا بالمرحله في السوشيال ميديا ولكن الا شي واحد سمع غير السؤال ديال عبد الكريم المرضي قناه دادي تيفي كتجيني خفيفه قناه دادي تيفي كتجيني خفيفه الا قناه دادي تيفي طرح عليها هذا السؤال ياك على صاحب قناه حلو ودنيك طرح عليها هذا السؤال وسمعت ما سمعتيش ومشيتي خرجتي من اللايف انا ما غاديش تفهم ولكن الا بقيتي غادي تعرف بالله رانا قلت له بالله فاش بدات القضيه في السوشيال ميديا يعني الناس ماشي الناس ما فاهمهاش الناس ما كتكملش المباشر كامل بالفعل فهمتيني بالفعل يعني فاش تكمل المباشر مثلا عند كذا فاش تشوفوا شي مداخله كيطرح السؤال خص الناس تحاول تكمل المباشر باش تستافد اذا ما كتكملش كتستافد كتنقز هنا وهنا وهنا بحال انا فاش كنسمع شي مباشره كنسمعو كامل ما كنقزش نعم الا جاتني شي مكالمه ولا كنولي نكملو عاد كنمشي كنقز مباشر الاخر
يعني المباشر ديما الشخص كنعطي نصيحه في اي مباشر خصك تسمع له كامل باش تفهم المحتوى ديالو. الا بقيتي كتنقص راه ما غاديش تفهم القضيه وفي اي قضيه. وعلاش قلت انا القناه سميتها حل ودنيك؟ فاش تسمع حاول ما تكونش حدا الناس، تسمع بوحدك وتسمع الاصوات اللي كاينين في ديك البيت. شحال مره كتجيب معلومه بحال دابا فاش كانت الام كيدير مع المهدوي حوار راه كانوا كيتسمعوا الاصوات اللي كانوا يتسمع، حنا كنا عارفين ولكن كانت يعني اصوات بحال فاش قالت لها كذا ودوك الحركات ديال اليدين يعني خص باش تستلغي. اذا انت حاجه سي محمد وقيلا لو كان باقي عندك بغيت نسولك سؤال يمكن هو اللي كلشي انا مسافر ياك انا قلت لك المشكل اللي كاين وحده من بلا ما تكرر أوكي. العائله ديالي رفعت مرض على فكره انا فاش غادي نكون في المنزل ديالي كان وعدك وكان وعد المتتبعين ياك انا غادي نعطيك التسجيلات وتلقاهم في القناه ديالك. وانا البارح فاش طلعت عند الام فاش طلعت للقناه قلت له واخا، قلت له الام اسيدي انا نتحداها اطلع عندي هي، قال لي خوها، قلت له لا هي اللي كانت التسجيلات ديالها وطلع وتجاوب الفحوى ديال دوك التسجيلات. الا هي كانت عارفه راسها ما قالاش وما مسجلاش الناس، حيت انا قلت هي مسجله. الا هي عارفه ما مسجلات حتى شي واحد، دابا هي ما عارفاش، دابا هي باغيه تعرف كاع شنو عندي. ولكن انا ما كنعطيش كلشي، كنعطي غير شي نقط. ولكن البارح درت معهم التحدي قلت له اطلع هي يا كيما هضرت مع حميد المهداوي ما بانش في وجهها سيدي، حنا راه طلع غير مكالمه وطلعها ونعطيك تلقى لها التسجيلات ونطرح عليها سؤال بسؤال وتجاوب كيما كطلعوا ابتسام باش ديروا لها البياج اللي نطلعوا الام حنا تجاوبنا على بعض التناقضات اللي عندها. وكفتها الزوم على ابتسام اللي كتقلب الحقيقه ديال الاب ديالها. نور ديال العطر ماشي الاب ديال ابتسام، مواطن مغربي كان في سلك الشرطه كان كيقدم العمل للشعب المغربي، هذا الاب ديالنا كاملين. الله يرحمه. ماشي غير ديال ابتسام. ابتسام الى غدا بغات تولي اللور تقول لهم اسيدي ما بقيتش باغي نعرف الحقيقه، حنا كشعب المغربي نقول لهم لا حنا بغينا نعرف الحقيقه. معلوم انا واحد يعني هنايا غير نساو باش كديروا لها التهديدات وكتخلعوها وكترهبوها ياك. انا هذه القضيه ماشي ديال ابتسام، هذه هي قضيه شعب مغربي بغى يعرف واحد ابن الشعب شنو واقع له. اما ديك لا ماشي كورونيل ماشي جنرال، حنا كنهضروا على مواطن مغربي تم الاغتيال ديالو من طريق عن طريق اشخاص عنده علاقه بهم وتستروا. حنا ما كنقولوش الدوله من قامت بقتل نور ديال العطور، لا. في نظرك شكون؟ في نظرك بلاتي اسمح لي، في نظرك من خلال التحليلات ديالك ما تناول يعني التوقعات ديالك، او زعما شكون اللي كتخيل بان يعني اغتال او قتل هذا الكون يعني نور الدين العطور؟ حيت قلتيها لي قبيله في البريفي. اسمح لي نكمل لك سؤال باش الناس يفهمونا. حيت قبيله هضرت معاه في سميتو كيقول لي هذه المساله هذه اللي وقعت الموت ديالو كما كان امن حتى انا ما عندها حتى شي علاقه بالمؤسسات ديال الدوله، كنقولوا واحد العصابات او واحد الاشخاص او افراد او كذا. انت السي محمد من خلال يعني التحليل ديالك المعطيات اللي شفتي او التحليل ديالك الشخصي، ما كنقولوش بان القران منزل، في نظر شكون غيكونوا هاد الناس هادو؟ شنو غادي يكونوا؟ شوف بما ان صاحب شركه السياره مسؤول ياك، والسياره ديالو ربما كان جالس شحال مره مثلا، انا كنهضر على راسي ياك واللي عفو انا فاش كنت في الناظور كانت عندنا علاقات احنا مع بوليس صحابنا، كانوا مع بحكم المنطقه اللي كنت كنسكن فيها كانوا ساكنين مسؤولين ديال البوليس ياك، كنا كنسكروا في واحد البار وكنا كنمشيو لواحد الطحطاحه وكانوا كيجلسوا معنا بوليس ما كيسكروش كيكونوا غير جالسين مع صحابهم فهمتي، كيسوق به كيدير به كيدوز الليله اوكي. يعني كاين راه ماشي ضروري مثلا بلاصه ديال القصره راه السيد اي واحد كيسكر كيكونوا جالسين. وشحال حتى حنا وقع صراعات هنا، وقع شي سوء تفاهم، وقعت شي مدبزه، نور الدين طق كلا الضربه طاح مات اوكي. هذا التحليل توقعات ديالك من طبيعه الحال ما عندهم حتى علاقه مع السيناريو الحقيقي باش نوضحوا للناس. نعم قلت لك هذا التوقع ديالك يعني التخمين ديالك ماشي التوقع ديالي. التوقع ديالي انا احتمالات شي سوء تفاهم بين الصديق ديالو وقعت المدابزه جوج ثلاثه ولا كتشوف شي مرات كيوقع سوء تفاهم وكتشوف كيوقع سوء تفاهم كتوقع الصداع كيوقع ولكن شي خلاف لا فهمت ولكن اسمح لي ولكن اش علاقه هادو اللي غادي يكون مع شي صحابو على حسب ما بغيتي تقول هذا التوقع ديالك من طبيعه الحال بين الملايين ديال الاحتمالات ان الدار مع شي صحابو ولا غدروه ولا ضربوه، كاين شنو علاقه العائله والسيده اللي كتهضر في هذا التسجيل هذا في نظرك؟ انا نقول لك العائله دابا بما ان ياك باش حنا ما نديروش التجريح ديال الزوجه ديالو ياك
ربما لحقاش حنا كنسمعوا بلا الزوجه ديالو ما كانتش عن طريق الله، كانت كدير شي حوايج يعني على الظهر ديال الموضوع ديالو، كانت كدير شي حوايج يعني مور ظهره، وتلقى شي واحد ربما قالها له شي هضره حدا الزملاء ديالو، قال له راه في خبارك، ولا ربما لا 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 بلاتي اسمع، لا لا ما بغيتش نتكلموا حنا في الاعراض ديال الناس، انا بغيت غير نقول لك لا غير اسمح لي، الله يرضي عليك، لا غير اسمح لي، اسمح لي، انا كنعطي غير مثال، لا غير اسمح لي، لا 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 بلاتي ما عطيتوش مثال، لا اسمح لي الله يرضي عليك، ما عطيتوش مثال بواحد الحاجه ما تاكدنيش، انا كنقول لك اشنو اشنو علاقه، لا غير خليني نكمل لك، اشنو علاقه مثلا هذه الجريمه اللي نفرض انها ضربوا انهم غطالوا ان تخباوا له ان كذا، وكاينش علاقه هاد الناس بالسيده اللي كتهضر فسميتو بلا ما تقول لي كاع شكون هي، شنو علاقتها، شنو غتكون علاقتها مثلا؟ اوكي شنو غادي تكون هاد العلاقه؟ ياك كنعرفوا حنايا بالله يعني البوليس ياك هي الام ف وعلاش غنسميهم بوليس؟ علاش غنسميهم بوليس؟ واش انت متاكد؟ بلاتي لا بلاتي 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 يا اخي سمعان، باش عرفتيهم بوليس ولا ماشي بوليس ولا سيفيل؟ لا 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 بوليس، اسمع انا نقول لك لا باش عرفناهم راه دابا بلاتي الله يرضي عليك بلاتي هو تسنى دابا طرحتي السؤال خليني نكمل وعاد نكمل واذا كان التحليل ديالي خاطئ قول لي راك اخترتي تفضل لان في الحوار الام مع المعداوي كتقول بلا جاو البوليس جمعوا واحد المبلغ مادي مهم ياك وعطاوه لها وقالت البوليس وقالت صحابه نطقات بالبوليس ونطقات بصحابه بلا ما تحس يعني جات في السياق يعني بالزربه قالت جاو البوليس وصحابه ماشي قالت غير البوليس قالت جاو البوليس وصحابه عادي يعني هنايا كيتبين انه يعني دوك صحابه والبوليس يعني كتشوف حتى حنايا الوالد ديالي كان موظف وكان لا بلاتي 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 سي محمد راه شيء طبيعي ان عنده صحابه من البوليس وصحابه من السيفيل وانا واحد من دوك السيفيل لو كنت في المغرب وحاضر غادي نمشي للجيران وصحابه ولا دوك كيقول مثلا البوليس وصحابه شي مرات كيتعرضوا لعائلات لا لا انا دابا سولتك سؤال انا يمكن ما شرحتش لك مزيان السؤال ديالي كنقول لك زعما شنو علاقة اوه راني جايك اخ شريك اي طب اوكي اوكي داكور تفضل راني جاي كيكون البوليس مثلا او سيفيل كتكون عنده شي علاقة مع السيد مثلا كيجي كيتعرضوا عنده الدار كيجيب الزوجة ديالو الابناء ديالو عاود اخر كيجيبو كتكون واحد القرابة كتكون واحد القرابة يعني الصداقة وكتكون كتوصل حتى شي مرتبة اسرية هنا فاش كيوقع مثلا شي شجار ياك انا انا ما كنقولش ها شنو واقع كنقول على ما اظن تخمين ياك انه فاش وقع هذا وقع شي شجار فاش وقع هذا الشجار هاد الاشخاص باش ما يفقدش مثلا العمل ديالو كيفاش كيكون في البوليس يعني باش ما يفقدش العمل ديالو ويتورط في شي جريمات قتل قال ارى ايوا هذا الشيء شنو غادي نديرو غادي نحطوه بحال غير شي حادثه تسير وقعت له وما فهمتي وما لا واخا 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 رافتي لي الباساج اللي انا كنقلب عليه دابا لينا فريد هاد الناس اللي كانوا معاه على برا نديروا كاع الاحتمالات اللي بغينا كانوا كيشتغلوا هكا ولا كيشتغلوا مع الاخرين ولا ما كيشتغلوش قتلوه داو تما ربعوا هذا هو السيناريو ولكن اش علاقه يعني السيده اللي كتهضر لي هي من الاقارب ديالو مع هاد الناس حتى غيجيو يقولوا ليها ما طلعيش وخليني نكمل لك السؤال فاش سولها حميد المهداوي لا 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 رضيك لا رضيك ايوا تسنى نقول لك العلاقه حيت هي فاش تسولها وتسنى نكمل لك فاش سولها حميد المهداوي قالت له راه شوف فيقوني من نعس كنت نعسه هذاك الدليل على كيفاش كانت نعسه وما طرحش عليها السؤال واش كنت نعسه يعني كانت فايقه وكانت حاضره اوكي لا السؤال اللي طرحته انا طرحته في هاد التسجيلات كنهضر على التسجيلات انا بخلي من التحليل في الجريمه كنقول لك في التسجيلات ما علاقه هذيك السيده المراه اللي كتهضر مع هذوك الاشخاص يعني الا كانوا هما ضربوا بيناتهم وقتلوا في شي بلاصه يكونوا سيفيل يكونوا مدنيين او عسكريين ما كيهمناش صحاب بيناتهم شاربين داروا كسيدات شي كامل عنده التحليلات ديالو في بلاصتها شنو علاقة هاد الناس هادو بالزوجة؟ أنا فين جيتك ما قلتينيش نكمل كمل أنا غنسكت أن السيدة اللي كتهضر في التسجيلات ياك هي الزوجه ديالو كنقول يرجح ان هذيك الساعه اللي قالت هي كانت في الدار يرجح انها ربما كانت معاه ياك وفاش وقع داك الصراع وقع داك الشجار وقع داك الخلاف فهمتي وقع داك الخلاف وانها كانت حاضره وتا هي راه ماشي كنقول عندي الدليل كنقول تحليلات يرجح فاش كانت حاضره يعني اضطرت حتى هي غادي تسكت شافت مع حتى هي كانت سوء تفاهم لقاتها من جاتي وجناتي والناس ما كنقولش قتلات كنقول عارفه وراكبه اوكي وسيرت وقع شي جار بحكم ان كاين الخدش في اليدين اوكي كاين الخدش في اليدين كذا يعني وقع واحد الشجار واحد الاشتباك وديك الساعه المتاخره من الليل انه باش جبت التليفون
كيطلب رب الاعانه بالابن ديالو اللي كيقول راه جاوبته وكنت في الخدمه. انا عندي داك الفيسبوك اللي كيهضر عليه هو، وقلبت على داك العرس ولقيت داك العرس ديك الساعه اللي كيقول هو كان خدام، كان سال العرس. واخا خلينا هنا باقي، حيت باقي ما فهمتش انايا. انت دابا بحسب التحليل ديالك، اولا قلنا بان جالسين في شي بلاصه مع اصحابو قصارين، جالسين دايرين اتاي ولا دايرين المناضه ولا غير جالسين مقصرين، ما غاديش يدي معاه مراته لواحد البلاصه جالس مع اصحابو. هذه غنسيني لك عليها، ما يمكنش نهائيا. ولكن جالس مع اصحابو رجال جالسين بوحدو، ماشي جالسين في شي فرح ولا في شي دار عند شي عائله ولا عائله مع عيالاتهم كنتكلموا، جالس مع صحابه في الزنقه ولا في شي بلاصه. لا انا ما كنقولش في الزنقه. لا اسمح لي. انا كنقول دابا تسمى فاش دابا غنخليني نكمل. لا راه خليني نقول فاش كانوا جالسين. ياك واسمع، كنقول فاش كانوا جالسين يرجح ان الزوجه كانت معاه. دابا الا كانوا في شي دار ياك، فاش الا في شي دار مثلا معروضين او في الدار ديالو عارف الناس وجا غادي يوصلهم بالطوموبيل ياك، ولا اللي معاه غادي يوصل ومشات الزوجه ديالو مع مرافقاته مثلا يوصل تيدا والزوجه ديالها والاخر معاه كذا وتمشي مع الزوجه ديالو يرافق بحكم كاين العرس تما باش يهضروا باش يديروا، ولا كاين سوء تفاهم باش يخرجوا ربما حدا الدار باش ماشي كلشي يسمع الجيران بحكم الدار صغيره ياك. وقع تما الشجار ياك، وكانت هي حاضره حيت كاين الخدش في اليدين كاين. يعني هنايا ما كنقولوش كانت المراه ديالو في شي قصاره في الخلا، راه شحال من واحد كيكون في شي دار معروض مع صحابه، ولا كيكون عنده صاحبه في الدار كيمشي هو صاحبه ومرته، فاش غادي يوصل صاحبه ومرته كتمشي معاه المراه ديالو ياك. ولا ربما كيكون في الدار كيكون سوء تفاهم، كيكون معاه صاحبه كيضطروا يخرجوا باش على حساب الجيران كيقولوا صافي جي نبدلوا الساعه كذا. يعني هنايا انا من خلال التحليل ديالي انه كان شي سوء تفاهم، وكانت حاضره الزوجه، ولكن سوء تفاهم عند الزوجه وكانت حاضره وكان شي صاحبو انتيم وقعت المدابزه وقع الفكان ياك. ربما هو جا فكو شي صاحبو قال له ما تفكنيش دفعوا، الاخر ما هضرش حدا مرته ولا ضربوا طقطح بالسبه ديال بلاتي يعني سي محمد باش ما نمشيوش بعيد. الله يعطيك الصحه سمح ليا، لاننا التحليلات ملي كنديرهم او بناء كيكونوا عندنا بعض المعطيات اللي كتخلينا اننا نربطو ما بين الفقرات، حيت ما يمكنش غادي ندير واحد السيناريو ما فيه حتى شي باساج اللي كيأدي نخلي خلينا نجتهدوا باش نربطوه بالاخر. دونك هذا يعني السرد ديالك، يعني ديال السيناريو بحال ملي كنا كنكتبوا الانشاءات ذات يوم ذهبنا الى نزهة في الحديقة ولا لا. لا انا بناء لا بلاتي الله يعطيك السر خليني لا حيت راه الناس اللي كيشوفونا من هي اسمع ليا، اللي كيشوفوا من هي خصهم حتى هما يفهموا. التحليل ملي كنديروا التحليل كيكون عندنا بعض المعطيات، دوك المعطيات كنحاولوا نربطوا بيناتهم، ولكن غير باش غنجيب واحد السيناريو ما فيهش معطيات باش غنربطو ما يمكنش نجيبوها من خيالي نفسي يعني هكذا غير قالها لنا دماغنا. اش بغيت نقول لك زعما السؤال اللي موجه لك، واش كاين شي معطيات في هاد التسجيلات اللي عندك اللي كيربطوا هاد الاحداث او هاد التصور ديالك اللي قلتي وقعت بها الجريمه؟ نعم وعلى داكشي كنقول لك. داكشي شنو كنقول لك؟ لا سمينا باش الناس يفهموا باش يعرفوا بان راه كاين والشوف والخطير في الامر ياك. علاش كنقول لك ان الكلام ديالي يعني واخا استنتاج بناء على هذه المعطيات، حنا كاع سيدي ما ننتقلوش حنا كاع على التسجيلات. ان خال ديال ابتسام فاش اتصل بها وقالها في القناه قال قلت لها ويلا سيدي شي واحد قتل باك ياك وني الفريد مشى للجزائر اش غادي ديري؟ قالها ويلا هذا اللي قتل ماشي قالها ويلا هذا اللي قتل باك مشى للجزائر اش غادي ديري؟ انت ما لقيتي اش من مثال واش من تعطيها بار اكزومبل غير تقولها قتل باك ومشى للجزائر. علاش ما قالهاش ويلا بنت غدا غير حادثه تسير ما فيهاش الموت ما فيهاش القتل عادي شنو غادي ديري؟ علاش بالضبط؟ انه شوف المجرم او اللي ماشي المجرم ضروري كيكون قاتل، شي مرات غير كيكون حاضر ومتستر حيت الروح عزيزه عند الله او كيكون عنده واحد الاثار كيبقى يقول شي كلام ما كيحسش به. يعني هدف الى قريتي كتاب ديال علم الاجرام وعلم العقاب كتلقى فيه هذا الشيء، كتلقى منها المجرم كيدور يعني في المكان اللي ارتكب فيه الجريمه، كتلقى فاش كتهضر معاه في ديك الجريمه اللي مرتكبه وكيبقى يقول شي حوايج اللي ما كيحسش بهم هما. مثلا علاش هو غادي يقول لابتسام ان ويلي نفريد هو قالها الاخ يعني قالها لها خالها ويلي نفريد هذا السيد هذا اللي قتل باك هرب الجزائر اش غادي ديري؟ قالت له هو كيقول قالت لي وانا نقلب الدنيا وندير ويلا وندير كذا.
يعني انت ما جاك غير مثال تقول لها هذا اللي قتل باك هرب للجزائر. حنا ما كنقولوش القضيه الجزائر ياك، حنا غير باش ما نعطيوش لسي محمد الله يعطيك السر بالله هذا اللي قتل راه هارب. سي محمد ما نعطيوش الامور ابعاد اخرى سياسيه او لشي جهه اخرى، هرب للخارج. لا لا سمعت هذا الحوار، اسمح لي اسمح لي. لا خالها هو اللي قالها، راني سمعته راني سمعته راني سمعته. قلت لها الابتسام هذا اللي قتل باك اللي الفريد هرب للجزائر اش غادي ديري؟ لا غير بلاتي بلاتي وقالها في القناه. لا لا راني سمعت هذا الشيء، راني سمعت هذا التدخل هذا. ولكن انت علاش غادي تمشي تقول هذا السيد اللي قتل باك الى هرب للجزائر اش غادي ديري؟ لا نقدروا الخارج، الخارج هرب للصحراء ماشي مشكل. ولا تقولها اللي قتل باك، يعني انت عارف بلا باه قتل. اها ها اللي غتقول لي هذا السيد مع باك. وقف هنا وقف هنا، عطيني عافاك باش نشرح. الوغ دابا المشكل ماشي حيت قال لي امشي للجزائر ولا مشى لفرنسا ولا مشى لهولندا، ولكن قال لي اللي قتل باك، يعني يؤكد على ان بغيتي تقول لنا انك يقولوا هذا اللي قتل باك راه هرب للخارج، كيهمناش واش مشى لمالي ولا مشى للجزائر ولا لموريتانيا ولا لاسبانيا، هادشي بغيتي تقول ياك؟ هذاك الجزائر ياك، هذاك الجزائر علاش هو قال الجزائر؟ عرفتي علاش قالها؟ لا هو غبي، شوف هو غبي، علاش قال الجزائر؟ نقول لك علاش قالها، باش هي تبقى باش هي تنوض تقول راه قالوا لي قتل الباهر بالجزائر هرب كذا، باش يخليها في شي صراع ياك، باش هو اللي يكبر القضيه ويخلي بين انه الجزائر ياك، يعني باش يخلي القضيه بين بنادم قتل وهرب للجزائر والجزائر كتستقبل القتاله. لا لا يعني لا 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 سي محمد لا تكسر سي محمد لا لا سي محمد لا سي محمد سي محمد لا لا رد عليك سي محمد انا غادي نفهم. لا لا رد عليك لا رد عليك وخليني خليني غير نرد عليك خليني نرد عليك راه علاش ما قالهاش هذا مثلا السي محمد اللي دار معاه لاكتيضا سي محمد سي محمد سي محمد قالها علاش هذا اللي سي محمد سي محمد كاينه جريمه سي محمد اسمعني الله يرضي عليك. الوغ هنا بغض النظر على التسميه ديال الدوله ديال انها مشى للخارج، انا شوف ما ندوزوش المغالطات كتهمناش اسم ديال الدوله، انا اللي بغيت فهمت من هذا الشيء ان قال واذا كان هذا اللي قتل باك مشى لشي بلاصه سميها الجزائر سميها موريتانيا سميها قتل ماشي هذا، يعني هذه هي المعلومه اللي خصها تتقال كما هي، اما البلد ما اقرب بلد ما كاين حتى شي مشكل باش غندوزو. تفضل تفضل دابا انا للخارج خليها للخارج. احنا ما نهضروش على المنطقه، علاش غادي يقول لك كلمه قتل باك؟ فوالا هذه خصنا نسطرو منها علاش؟ ها؟ هذه نسطرو عليها انا معاك يمكن نسولو علاش؟ علاش ما قالش؟ اذا كانت قالت اذا كانت قالت هكذا انا غنرجع عليها. الكفر ليس بكافر، انا كنقول الاقوال ديالو فهمتيني؟ هو علاش علاش اسيدي غادي يقول هذا اللي قتل باك؟ علاش ما قالهاش؟ حيت هذه لا شعوريه، حيت هو هضر معها كان في حاله عصب ياك، وقال هذه الهضره وهذا اللي قتل باك فهمتيني؟ الا كنهرب ياك الجزائر اش غادي ديري؟ باش يدير هذا الصنبط باش يشوف، يعني هي لا عرفت شي واحد قاتل باها وهرب لشي منطقه، هو غير قال الجزائر، ولكن هي قضيه جس الصنبط. علاش بحال دابا انا فاش كندابز معاك كنقول لك واش غادي دير ياك، كتقول مثلا كتقول له اشنو في جهتك اش غادي دير كاع، شكون اللي كيقول هذا اش غادي دير كاع؟ اللي كيكون في كاشو العجينه ولا كيبغي يدير جس النبض ولا يعرف القوه ولا يبغي يعرف التحرك ديال هذاك، شنو في جهده ما يدير كاع، شنو في جهتك ما دير كاع، هذه فاش شنو كتقولها؟ فاش كتقول هذه الهضره؟ هذه الهضره كتقولها فاش كتكون انتيا داير شي حاجه وكتبغي الاخر رد الفعل ديالو شنو يمكن غادي يدير. اوكي يعني هنايا فاش قال لها السيد قتل باك، إلا هو يقول لها علاش ما قالهاش وغدا بعد غدا إلا بان بلا غير حادثة سير باك ما قتلوا حتى شي واحد اش غادي ديري؟ علاش ما قالش هذه الجملة لو كان كانت جريمة غير حادثة سير؟ إذا مفهومة مفهومة الرسالة، إذا هنا كتشك بأن الأخ أو الخال ديال ابتسام إلا كان هذا النص صحيح، لأن غنمشي نعاود نرجع نسمع له مش ما نظلموا حتى شي واحد، أن نستعمل كلمة إلا كان اللي قتل باك مشى لهنا او مشى لهنا. التصريح عند القناه قال واحد راني عارفه راني شفتو انا كنبغي نعاود نرجع نتاكد نسمع. كنسمع له فمو كيقولها كيقولها في القناه، انا قلت لها ويلا هذا اللي قتل باك هرب للجزائر اش غادي ديري؟ وراه قالها بفمو. اوكي 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 ماشي كنقول لك هذه قالتها هي راني سمعت السي محمد، راني تابعت جميع الحلقات كل الامور اللي كتعلق بهذه، انا سمعت المقطع، انا غير بغيت نرجع نسمع المقطع كامل صافي هذه فهمناها. بالنسبه للتسجيلات باقي شي حاجه اخرى اللي ممكن انها تنور الرأي العام ونعرفوا هاد الناس اللي أو التسجيلات اللي منسوبين لأشخاص معينين، واش فيهم شي حاجة أخرى غير شي مقطع صغير ماشي كل شي من طبيعة الحال باش نخليو القاضي يفتح من غير هادشي اللي قلت. أخي أخي دادي تيفي نعم ياك أقسم بالله العلي العظيم ياك إلى هناك
أدلة ياك سودين سودين أشخاص سودين متورطين وما غادي كنقول لهم ما تفكروش بالله أنكم غادي تحطوا شي كبش فداء. كنقول لهم الأشخاص المتورطين العدالة المغربية سيروا صرحوا بالله أنكم ارتكبتوا خطأ واعترفوا ما عليكم غير بالاعتراف. عندنا أدلة اللي كدينكم ياك أدلة اللي غادي تكون مفاجأة. راه ماشي كاين قضية التحقيق، راه كيتخرج القضية من التحقيق، تكون في الجلسات، يكونوا في واحد الشكلية يكونوا. ولهذا كنقول لهم راه كاين أدلة تقنية ياك محضة. هذه راه غير الصومعة، سوى الصومعة التي هذه يلا هذه المعلومات اللي كانت لي بها هي فقط الصومعة التي غطت الغابة أو المئذنة التي غطت الغابة. واخا يعني تفضل كمل الجمله ياك بغيت نسولكم. يعني كنقول لهم شوفوا ما عليكم غير تمشيو للقضاء وتطلبوا الاعتذار ويكون عندكم ظروف التخفيف وسيروا قول له حنا ما قتلناش بالعاني، وقعت عن طريق الصدفه وحنا جينا كنعترفوا، حيت الا بقيتوا كتنكروا راه غادي تطبق دابا، راه عاد عندكم الوقت